لما العريس القصايد طاب معناها بقبالها النور للدنيا تضويها. حي الاصيله ومعنى العز حياها ام خالد اللي شموخ الله معطيها. ام العريس الكرم من طبع يمناها والجود والخير من عدت اياديها. لما العريس القصايد طاب معناها بقبالها النور للدنيا تضويها. حي الاصيله ومعنى العز حياها ام خالد اللي شموخ الله معطيها. ام العريس الكرم من طبع يمناها والجود والخير من عدت اياديها. حظه وبنت الفخر ويزيد علياها الشيخ ابوها شيخاه ورثات شيوخ تحز من جاها. قوم المراجل وللنخوة أهاليها من حقها تفخر وما حق نسواها فرحة ولدها العريس الله يهنيها. عبد العزيز العريس اليوم غطاها بفراح تسوى الحياة وكل نقاطيها. مبروك يا عبد العزيز وألف قلناها يلي علومك تشرف في عالم الزفات وشيدها وقصائد الشدايد من الوقفة ترايها. يا أمه تفاخري ولجلك نظمناها نذكر وصوفها العظيمة ونفتخر فيها. وعيالك رجال ترفع راية الواها عزوة وسند كل فزعة تلبيها. بناتك وصافهن ملقوم وفاها إن كاسبت المكان اللي بمعاليها. وختامها يا عسل الأفراح مأواها في داركم والسعادة الله يبقيها. وختامها يا عسل الأفراح مأواها في داركم والسعادة الله يبقيها. لما العريس القصايد طاب معناها بقبالها النور للدنيا تضويها. حي الأصيلة ومعنى العز حياها أم خالد على استوديو إقليم الخليج، على استوديو إقليم الخليج لكل جديد وحصري في عالم الزفات والشيخات وقصائد الشعر. الشيخ أبوها على العزة مربيها شيخاه ورثات شيوخ تحز من جاها. قوم المراجل وللنخوة أهاليها من حقها تفخر وما حق نسواها فرحة ولدها العريس الله يهنيها. عبد العزيز العريس اليوم غطاها بفراح تسوى الحياة وكل ما فيها. مبروك يا عبد العزيز وألف قلناها يلي علومك تشرف كون يرويها. يا راعي الطيب والسيرة عرفناها دخرة شدايد وللوقفة تراعيها. يا أمه تفاخري ولجلك نظمناها نذكر وصوفها العظيمة ونفتخر فيها. وعيالك رجال ترفع راية الواها عزوة وسند كل فزعة تلقيها. بناتك وصافهن ملقوم وفاها إن كاسبت المكان اللي بمعاليها. وختامها يا عسل فقط وحصريا في داركم على استوديو إقليم الخليج، على استوديو إقليم الخليج لكل جديد وحصري في عالم الزفات والشيخات وقصائد الشعر. التواصل على 0569 5 6 6 9 2 4 8 7 أو استوديو إقليم الخليج.